الاخرى بصراحه، وان كانت بعض المرات في ديك المواسم الاخرى، ولكن هنايا واحد المجموعه منتقاه يعني مختاره من الفنانين اليوم على الصاله. اولا كيعتمدوا على نفسهم، ثانيا عندهم ثقه ماشي بالريشه والقلب ديالهم، لا عندهم ثقه بان هذا الشيء اللي كيعملوه راهما كيأديو واحد الرساله، والفن هو رساله لما كيكون مكتوب لما كيكون فيه الا. كنتمنى هذه الرساله هذه اللي جبتوها هنايا يعني تنفع الجيل ديال الاصيله اللي هو ديالكم اللي ما جي من بعد، وحنايا نكونوا فرحانين اكثر لان كنشوفوا هنا مشينا كنلقاو اصيله ظاهره والحمد لله.